كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. لليوم الثاني على توالي احتضن مركز أحمد بوكماخ فعاليات الدورة الثانية من مهرجان ثقافات مغاربية الذي تنظمه جمعية أبناء وبنات زرياب للموسيقى الأندلسية والروحية بطنجة. فيما يخص المشاركة متاعنا في المهرجان الدورات الثقافية تتمثل هي في المألوف، أول حاجة النصف الأول عملنا على النصفين، النصف الأول تتمثل في المألوف التونسي والنصف الثاني عملنا فيه الإنشاد الصوفي. حبينا معناتها نبرزوا المألوف التونسي والإنشاد الصوفي الطابع التونسي متاعنا احنا، وكيفاش احنا معناتها نغنيوا الإنشاد الصوفي وكيفاش نغنيوا المألوف. وبالنسبة للثقافة معناتها فيما يخص الثقافة بين المغاربية احنا برسك متشابهين معناتها في الانشاد الصوفي والا في المالوف، ما نبعدوش برشا على بعضنا، متشابهين. وتعدى عرض ممتاز وتعدى ودوره تعديت ممتازه، وان شاء الله من احسن الى احسن. اليوم الثاني من المهرجان الذي عرف مشاركة عدد من الفرق المغاربية كان مخصصا لفرقة كل من تونس وموريتانيا، ليختتم بملحمة بمشاركة كل الدول المشاركة في المهرجان. احنا جيناكم من موريتان نواديبو، وجينا نشاركوا في هذا المهرجان ثقافات مغاربية للنسخة الثانية. صفتنا احنا موريتانيين، من جينا من موريتان لهذا المهرجان جيناها نشاركوا فيه مشاركة، وضيفنا ضيف زينة وحاسنا لنا بشي زين وشي صالح، وكنشكروهم قبالة حتى على ذا اللي عدلوا لنا من شي زين وشي صالح الاستقبال. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.